مرحبا، بفقرة بدون مفاصلة رح أعلمكم كيف منقدر نلاقي لبسة حلوة بتكلفة قليلة. رح ننزل على السوق عشان نلاقي أقرب إشي على لبسة طلعتلكم إياها لأحد المشاهير أونلاين. واليوم بأول حلقة بدنا نلاقي أقرب إشي على هاللبسة: جاكيت سكن طويل، بنطلون أسود شتوي، وبلوزة سودا، ونحاول إنها ما تتعدى 50 دينار. فخلونا نبلش بهالمهمة. أنا اليوم إجيت على منطقة تلاع العالية على محل أوتلت لحتى أورجيكم نفس اللبسة اللي ورجيتكم إياها بأول الحلقة، ونقدر نعملها بتكلفة أقل. فخلينا نبلش مع بعض ندور على الأواعي. هلأ زي ما شفتوا اللبسة فيها كان جاكيت سكني طويل، فهي في هون جاكيتات سكني أنا شفتهم حبيت هاد. هلا الاشي الثاني اللي بدنا نلاقيه هو بلوزة سودا. خلينا نبلش ندور على بلوزة سودا. هلا هاد ما له دخل باللبس بس حلو. في غير هدول البلايز السود، طيب هلا خلصنا الجاكيت، خلصنا البلوزة، ضل علينا البنطلون الأسود. ندور على بنطلون أسود يكون فت. وينك انت من زمان؟ هي مكتوب بلوزة. نجيب كمان ولا شو؟ نجيب كمان. هلا مبدئيا خلصنا نحن اللبسة، ضل انه نفوت ونجربها. الحقوني. زي ما شفتوا هاي اللبسة النهائية اللي دورنا عليها، اللي بتشبه اللبسة اللي وجهناكم إياها ببداية الحلقة. نحن حاولنا اليوم نجيب نفس اللبسة بتكلفة أقل. إن شاء الله تكون عجبتكم، واستنونا بحلقة جديدة.